كان بلا مأوى، والصدفة حولت حياته من الجحيم إلى النعيم. تعرف على قصة الشاب سيروس ويلي البالغ من العمر 27 عاماً، الذي تزوج من امرأة تسعينية لإنقاذ حياته. سيروس وجد نفسه بلا مأوى بعد طرده من منزل عائلته، وبدأ ينام خلف مخبز محلي في ولاية أوهايو الأمريكية عندما كان في 18 من عمره. ويلي كان يذهب إلى المستشفى بشكل متكرر بسبب معاناته من مرض منهك، ليلتقي بامرأة تبلغ من العمر 90 عاماً كانت تبحث عن بعض الرفقة في سنواتها الأخيرة. هنا بدأ التحول في حياة سيروس بعد أن قرر تلبية أمنية المرأة التسعينية بقضاء بقية حياتها مع شاب وسيم، وسرعان ما تزوجا ليكونا علاقة منسجمة والكثير من الذكريات الجميلة. وبعد وفاة زوجته التسعينية، باع الشاب ويلي منزلها وتبرع بالمال إلى المحتاجين.